انت عاوز ايه بالظبط يا نور؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه وافهمك اللي حصل معايا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها، بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني، دي مش اول مره، واكيد انت فاكره اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكره يا سليم، ولسه بحقق في الموضوع. يبقى قابليني. جرى ايه يا نوح؟ انت مش واثق في الشركه ولا ايه؟ انا اساسا ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب، والامان اللي كان موجود في السوق ايام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش، لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه، على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي كانت هتهدى؟ بقول لك ايه، انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها، وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا. يا باشا بس ده سمك كتير حواليه. لا 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 ما يعرفهمش، هو اللي جاب نفسه، كان عايش مبسوط في البحر الواسع وسط اهله وناسه لحد ما اترمى في حضن عارفه ضيق. كان لازم يعني يتقرع وعمل فيها فالح، هو ترى مفقود ما يعرفش في حد ولا حد اصلا مستعمل، يبقى لازم يستحمل وينفذ الاوامر وهو ساكت. والله يا باشا ما عليك قدر، ما هو اكيد يعني مش عارف اكتر من الحكومه. انت صح ابو صبر، قول لي بقى اشرب من الكاس ده ولا الكاس ده؟ بالهنا والشفا الاثنين يا باشا. صح، وعلى ايه الدور؟ يا يحيى عطار. يحيى عطار؟ ترى يا غندور، انا مش كنت من يومين يحيى بيه عطار ولا ايه؟ على العموم انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه، قول اللي عايزه وقت من الاخر. اخر مره لما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني، وانا ما رضينيش زعلك. حتى بالامره قلت لي ان انت ليك عندي حق، وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دم يا يحيى، وحقي مش هسيبه. وماله، خير البر عاجله، وانا جيت لك لحد عندك اهو، يلا خد حقك ولا مستني سيف العزاز ياخده لك. لا انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه،
اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويديهوله. اديله حقه حق. ايوه سيدي، قلت لي بقى انك عايزني في موضوع مهم، بس انا ما سالتكش الموضوع ده مهم بالنسبه لي ولا بالنسبه لك؟ لينا احنا الاثنين. احنا الاثنين وماله؟ انا طول عمري بحب المركب اللي انا فيها تفضل ماشيه عشان انا كمان افضل ماشي، وبصراحه ما قدرتش اسكت اكتر من كده عشان كده جيت لك. مقدمة مش بطالة، كمل. أنا بقالي كام شهر بحذر عبد الحميد بيه من سياسات إدارته للمجموعة، لأني كنت عارف ومتأكد إن هي هتنهار، بس للأسف هو ما سمعنيش. يعني أنت كان عندك طريقة تمنع بيها اللي حصل؟ ولسه في إيدينا الموقف، نقدر نحل الأزمة والمجموعة تقف على رجليها في خلال شهرين لو عملنا التعديلات المطلوبة في سياسات إدارة المجموعة وفي الصفقات اللي بتمضيها دلوقتي. مش كده وبس، أنا كمان عندي خطة تخلي المجموعة ترجع تنافس في الأسواق العربية زي ما كانت أيام زي العطار. أنت خريج إيه؟ أنا خريج تجارة، بس كمان دارس إدارة مشروعات وعامل ماجستير فيها. واضح جدا. أنا جاي لحضرتك النهاردة عشان تقنع عبد الحميد بيه إن يقوم بالتعديلات المطلوبة عشان المجموعة تقف على رجليها من تاني. أبو سيد، أنت دماغك حلوة أوي وعجبتني، ومنكرش إنك خطفتني أوي عشان كده أنا مركز معاك. دي شهادة أعتز بيها. أنا ليه رأي تاني خالص، أو تقدر تقول رأي تالت خالص. أنا هننفذ الخطة دي بكل حذافيرها، بس بالعكس. بالعكس ازاي؟ يعني بدل ما تساعد مجموعة العطار انها تقف على رجليها، هتساعدها انها تقع وتبقى الواقعة الأخيرة. هي اوريدي بتقع. المركب كده كده بتغرق. تنط من المركب وتتأكد انها غرقت، وبعدين هتلاقي مركب تانية ترميلك طوق النجاة. وشغلك؟ ماله شغلي؟ التغطيات المالية اللي انت محتاجها هتتصرف فيها ازاي؟ وانا هستفيد ايه؟ مش قلتلك دماغك حلوة؟ بص يا سيدي، اجابة السؤالين دول اجابة واحدة. انا بعرض عليك منصب المدير المالي لمجموعة سيف العزازي، وبكده انت هتستفيد من المنصب والفرصة، وانا هستفيد بكل الخطط بتاعتك دي في مجموعتي انا، وكده يبقى زيتنا في دقيقنا. وانا موافق، بس في شرط واحد عشان الكلام ده كله يتم. ايه هو؟ تقطع صلتك بالعطارين. تمام، من بكره هقدم استقالتي لعبد الحميد وكل متعلقاتي في المجموعه هسلمها. انا مش بتكلم عن عبد الحميد، أنا بتكلم عن بنت زين مراتك ياسمين. الشرط الوحيد إنك تبقى معايا تطلقها. بس يا مولانا، هي دي حكايتي كلها. يا ولدي، دي ولا الحواديت؟ وأنت هتعمل إيه دلوقتي؟ مش عارف والله، بس يعني هفضل أدور عليها لحد ما أوصل لها. انت ممكن تيجي معانا؟ قصدي يعني ان احنا دايرين نلف